قام معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة وسعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة بافتتاح العيادة الطبية لصالح تقديم خدمات الرعاية الصحية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل. وقد تم خلال الافتتاح الاطلاع على المرافق الصحية التابعة للعيادة، كما قام الوفد بمناقشة عدد من الإجراءات المتعلقة بتحويل الخدمات الصحية والعلاجية إلى العيادة التابعة إلى مركز الإصلاح والتأهيل لتقديم خدمات صحية متكاملة على مدار الساعة وبأعلى مستويات الجودة والكفاءة، بما يضمن الحفاظ على صحتهم وسلامتهم العامة، وذلك تطبيقا لقانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية. وتأتي هذه الخطوات تنفيذا للرؤى والتوجهات الرامية إلى توحيد الجهود والمساعي المشتركة بين المجلس الأعلى للصحة ووزارة الداخلية ووزارة الصحة والمستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية لتحقيق الأهداف والغايات المرجوة والحفاظ على المكتسبات الوطنية من خلال توفير كافة سبل الرعاية الصحية عالية المستوى. هذا وقد تبوأت مملكة البحرين مراكز متقدمة على صعيد توفيرها للعديد من الخطط والبرامج والمشاريع التي تهدف إلى ضمان حقوق السجناء والمحكومين وحصولهم على كافة الخدمات الصحية والاجتماعية. الحقيقة أن احنا يعني جينا في زيارة العيادة هذه لأن في قرار بتحويل المسؤولية للعلاج في المستشفيات اللي موجودة في السجون في الداخلي إلى المستشفيات الحكومية، وهي طبعا حسب التنظيم الحين الجديد مع القسم إنها هي مسؤولة عن كل المستشفيات في البحرين السلمانية وغيرها. إن هذه مؤسسة عبارة عن إصلاح وتقويم، يعني هو مسألة لما يطلع من السجن خلاص أصبح مواطن عادي، فهو ما يفقد يعني حقه في العلاج في هالفترة هذه، فالحق في العلاج مكفول والحكومة تدفع عنه مثل أي مواطن التأمين الصحي، ويتوفر له كل أسباب العلاج مثل أي مواطن آخر. وإحنا دائما يعني في خدمتك كمواطن عادي بكل أنواع ما يحتاجه من خدمة، إن كانت يعني في عيادة يعني على المستويات الأربع اللي في الخدمة الصحية، مستوى أو شيء التوعية والوقاية، ثاني شيء الوقاية العلاج في المراكز الصحية اللي هو البرايم هيلث كير سيرفيس، وبعدين عندنا المستشفيات العامة والمستشفيات الخاصة. يعني حتى المستشفيات الخاصة لما يكون عندنا قلب أو كسرطان أو شيء منع، كل المستويات العلاج مكفولة له كأي مواطن آخر بحريني. مملكة البحرين تخضع إلى نظام شامل متكامل سواء كان في مجال مراكز الرعاية الصحية الأولية أو في مجال المستشفيات الحكومية الخاضعة الضمان الصحي أو غير الخاضعة. وفي ظل هاي الدور جاء التنسيق بين وزارة الداخلية وزارة الصحة وتحت مظلة المجلس الأعلى للصحة أيضا بنقل هاي الدور الصحي للمؤسسة الصحية اللي تقوم فيه لتقديم أفضل الخدمات لجميع المواطنين المقيمين سواء كانوا في موجودين حاليا في دور الإصلاح والتأهيل أو موجودين في المجتمع، فبالتالي تقدم الخدمة في نفس النسق وفي نفس المؤسسات الصحية.